أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله بعد تلاشي الضباب على السواحل. أجواء غائمة، سحب ستزداد كثافة خلال الأمسية، احتمال لتساقط بعض الأمطار على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية، وتكون تحت توقع رعود عن شكل زخات خاصة على منطقة الأوراس. أجواء مغشات من منطقة الواحات نحو منطقة صورة مرورا بشمال الصحراء، بينما أجواء رعدية خلال الأمسية ستخص منطقتي الهجار والتاسيلي، وأجواء مشمسة على الصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب، كذلك مناطق الجنوب الشرقي ومناطق الجنوب الغربي، مع زوابع رملية ستنشط بكثرة على كل من الصحراء الوسطى كذلك شمال الصحراء لتلتحق بالهضاب العليا الغربية. خلال هذه الليلة إن شاء الله وخاصة صباحة الغد ننتظر مقاييس ما بين 13 لغاية 21 درجة على المناطق الشمالية، 23 درجة على ولاية تندوف بني عباس، 25 درجة على ولاية إليزي، ترتفع لغاية 29 درجة على الصحراء الوسطى. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى بعد الزوال سترتفع إلى غاية 33 درجة كالمقياس على كل من معسكر غليزان والشلف، 27 درجة على وهران، 26 درجة على العاصمة، 29 درجة على تيزي وزو والبويرة، 25 درجة على بجاية جيجلسكي دانبا والطرف، ننتظر 24 درجة على ولاية باتنا كذلك ولاية الجلفة، جنوبا تصل لغاية 33 درجة على ولاية غردايا، 39 درجة أقول على ولاية تامنراست، لكن تفوق الأربعين من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى قليل اضطراب تقريبا على كافة السواحل، رياح معتدلة ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة.